إفريقي متوسطي. القيادي الاستقلالي نزار بركة يعلن اليوم الاثنين بالرباط عن ترشحه رسميا للأمانة العامة لحزب الاستقلال في أفق المؤتمر العام 17 للحزب المرتقب أيام 29 و30 شتنبر الجاري وفاتح أكتوبر المقبل. وبهذه المناسبة استعرض السيد بركة خلال لقاء صحفي نظمته الرابطة الوطنية للصحفيين الاستقلاليين الخطوط العريضة لبرنامج ترشحه. تقوية الثقة داخلية من خلال مصالحة عامة داخل الحزب. ثانيا العمل على تقوية حزب المؤسسات من خلال تطوير الديمقراطية الداخلية وتقوية الحكامة الداخلية للحزب. ثالثا رؤية جديدة للعمل السياسي حتى نكون في مستوى المحطة وتحديات هذا القرن لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وخدمة المواطنات والمواطنين. وفي معرض رده على سؤال حول تحالف حزب الاستقلال مع باقي الأحزاب في حال انتخابه أمينا عاما للحزب، أبرز السيد بركة أن حزب الاستقلال يتقاسم المرجعية مع حزب العدالة والتنمية ويتقاسم المعركة النضالية من أجل الوحدة الترابية والوطنية والديمقراطية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، كما يتقاسم مع أحزاب أخرى شارك معها في الحكومات السابقة رصيدا من الإنجازات والتراكمات الإيجابية. اقتصاد وطني مبقى